العابرون في الشوارع الرئيسية لمنطقة القلعة وما حولها لا يمكن يتخيلوا أنه بمجرد دخولهم الحارات الجانبية على الطريق حيكتشفوا كنوز هائلة من العمارة وشخصيات رحلت وتركت أثار عظيمة، كلهم كتبوا صفحات مهمة في تاريخ مصر. فوجئنا عند زيارتنا لأحدث معرض للفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة أنه أقاموا في مقعد السلطان قايد باي بمنطقة صحراء المماليك، مبنى بديع في منطقة حافلة بأثار العصر المملوكي. في الممر المؤدي للمبنى استقبلنا الفنان محمد عبلة المعروف بعشقه للمحروسة ولتاريخها وبلوحاته الشهيرة عن شوارعها ونيلها وناسها الطيبين. قايد باي حكم مصر والشام 28 سنة، حرر دمشق وحلب من الغزاة التركمان، بنى هذا المبنى سنة 1474 ميلادية كاستراحة يقيم فيها مع عائلته ويستقبل فيها ضيوفه خلال زيارته للمنطقة. خلال زيارتك للمكان بتشعر بالتاريخ يحيط بك في كل الأركان، الكتابات البديعة على الجدران العالية، الأدوات والمباني المستخدمة في القصر وفي العصر اللي حكم فيه السلطان قايد باي مصر. في المعرض كانت لوحات الفنان محمد عبلة بتكمل ملامح التاريخ اللي حوالينا، الناس، الوجوه، الأماكن الحية كلها بتنطق بحكايات المصريين وبحياتهم اليومية، طقوسهم وعاداتهم الأصيلة من عصر السلطان الجركسي الأشرف قايد باي إلى زمن الفنان المصري محمد عبلة. وفي ضيافة السلطان الأشرف قايد باي زيارة غير عادية لمعرض فنان تشكيلي يقام في حضن التاريخ، وحديث من مصر عن الفن والمجتمع وكيف تعود الحياة لآثار مصر وعماراتها التاريخية.